التدريس من المنزل. جوجل أطلقت موقع فيه معلومات وأدوات لمساعدة المعلمين والمعلمات للتدريس من المنزل خلال أزمة فيروس كورونا. خلينا نستعرضه سريعا كده قدام حضراتكم. طبعا هي قسمته في شكل اللي انت لو عايز تعمل مكالمات فيديو هتستخدم ايه، زي الهانج اوت مثلا، زي جوجل بعض الاسئله الخاصه بيه، زي البث المباشر وبعدين تنشره على كلاس روم. اديتك خاصيه برضو للمعلمين والمعلمات، لو انت مش عايز تستخدم مكالمات الفيديو تقدر تستخدم الجوجل كلاس روم، تقدر تستخدم اللي انت تنشئ موقع الكتروني تعمل لهم شير وتحط لهم الدروس عليه، تقدر تعمل اختبارات الكترونيه، تقدر تستفيد من الملاحظات الخاصه بجوجل دوكيمنت. كل الحاجات دي تقدر تستفيد منها. طبعا في حاجات لو انت عايز توصل للدروس او توصل لجميع الدروس عن طريق الترجمه والشرح كتابة بالنص، عن طريق جوجل دوكيمنت برضو، عن طريق استخدام منتجات جوجل، عن طريق جوجل بوك، عن طريق الكتب الخاصه بجوجل، تقدر تدرس عن طريق عن بعد، عن طريق ان انت تشجع الطلاب الالتحاق في جوجل كلاس روم والتقويم جلسات فرديه بقى باوقات معينه وترسل لهم، عن طريق استخدام سبوره افتراضيه او الكترونيه وتتصل كمان بالمراسله مع اولياء الامور. ده التقسيمه الثالثه بتاعتهم. لو انت عايز تتواصل مع معلمين اخرين من الزملاء تقدروا تعملوا شيرنج مع بعض في جوجل درايف، تقدر تعملوا ميتنج في الهانج اوت بتاعهم، تعملوا جروب او مجموعات على جوجل وغيره وغيره. هتلاقوا طبعا هو حاطط لك بعض الفيديوهات اللي انت تقدر تشترك فيها. طبعا هو حاطط لك كل خدمه منهم خطوه بخطوه كشرح ليها، وهتلاقي في ملف بي دي اف خاص بالشرح برضو، وتقدر كمان اللي انت تشارك في الهاشتاج بتاعهم اللي هو تيتش فروم هوم على تويتر، وتقدر تستفيد. يعني الموقع ده ان شاء الله تستفيد منه بلغات كتيره، مش اللغه العربيه بس، كذا لغه تقدروا تستفيدوا منه. وده التدريس من منزل، ابداعات للمعلمين بادوات كتيره. في حاجات منها شرحتها على القناة، وفي حاجات ممكن أعيد شرحها تاني بفيديوهات قصيرة تساعدكم في التواصل مع طلابكم وعرض دروسكم.